بسم الله الرحمن الرحيم. خليني أرحب بكم أهلا وسهلا، وسعيد بمساهمتكم، ومش هنسى أن أنا أبارك للبروفيسور مايك على توليه رئاسة الكلية، وأشكره على الاستقبال في جلاسكو والنقاش اللي أنا اتعلمت منه الكثير. واسمحوا لي أن أنا مداخلتي هتبقى مختلفة شوية. أنتم تكلمتم من منظور يعني عالي جدا جدا عن العلوم والمعرفة، وعلى تنظير على مستوى العالم وعلى مستوى التقدم اللي حصل في الكلام ده والتعليم أو مستوى المنتظر خلال السنين القادمة. أنا هتكلم من منظور تنفيذي، من منظور الدول اللي المؤتمر الإسلامي معنية بيها، وأقول عندنا أكتر من 50 دولة. يا ترى جودة التعليم المتاح ليهم لشبابهم الكتير اللي احنا بنتكلم عنه. أنا مع يعني أنت قلت إن التعليم حق من حقوق الإنسان، التعليم الجيد، لأن أنا لما أديله تعليم غير جيد ما بديلوش فرص حياة. وحضرتك قلتي إن الطالب كان بيدرس وقال إن أنا هخلص وهشتغل في مشروع شركتي، لأن جودة التعليم المقدم له يتيح له إنه هو يقدر يبقى تقدر مساهمته المعرفية اللي تحصل عليها تحقق له فرص عمل ومشاركة حقيقية في الحياة اللي موجود فيها. يا ترى في 50 دولة ولا أكتر من 50 دولة في الدول ديت، ما هو حجم التعليم الجيد المتاح؟ إذا كنا بنتكلم على أن المعرفة الحقيقية وجودتها هو كنز، هو ثروة مخفية، ولكن للحصول عليها لابد من وجود فيه قدرات، أولها قدرات اقتصادية للدول عشان تقدر توفر التعليم ده. إحنا كان عندنا في مصر هنا إتاحة. إتاحة يعني إيه؟ يعني كان عندنا تعليم للجميع. ولكن يا ترى التعليم للجميع كان جودته بنفس المستوى اللي بيقدم في الدول المتقدمة في أمريكا وفي بريطانيا وفي دول أخرى كثيرة؟ أفتكر بمنتهى التواضع لا، ومنتهى الوضوح لا، ما كانش كده. وبالتالي ما كان الخريج المتاح عندنا. أنا بتكلم على الدول منظمة المؤتمر الإسلامي، وممكن ده إذا كنت تقبله إنه يتقال على مصر أنا قبله، لأن إحنا تصدينا لهذه القضية بجلاء وقلنا إن إحنا إذا كان مطلوب بالمعايير العددية إن الكل مليون يبقى في جامعة، يبقى إحنا محتاجين نعمل 100 جامعة، مش كده؟ وتحركنا في خلال ال6 سنين اللي فاتوا عشان نعمل جامعات، لكن أيضا عشان نعمل فيها حجم من الجودة من خلال التوأمة مع جامعات عالمية عشان هم يعلمونا وعشان هم ينظموا. وده موضوع احنا نقبله بكل ود، ان نتعلم من غيرنا ونتعلم كويس عشان احنا ناخد مسارنا ونحقق لشبابنا وشاباتنا. انا بقول النهاردة في العالم اللي هم منظمة المؤتمر الإسلامي وأيضا في مصر، فاللي أنا عايز أقوله كتنفيذي كمسؤول عن دولة عشان نقدم تعليم جيد، أنتوا بتتكلموا عن 35-40% من شباب المنظمة وإن ما كانش أكتر هم في التعليم. لو قلنا في أكتر من 1 مليار وشوية بيتعلموا، يبقى في حوالي 400 مليون بنقدم لهم إيه؟ إحنا بنقدم لهم تعليم عامل إزاي؟ طب هو ثقافة المعرفة والتعليم في بلادنا بتقبل بده؟ احنا كان عندنا من دايما يقول لك احنا عندنا ناس خدت الماجستير والدكتوراه، صحيح، بس في معارف ليست لها اشغال، في علوم ما لهاش اشغال بالحجم اللي بيتخرجوا بيه الناس، مش كده؟ فانا ارجع بس تاني هنا لينا كلنا ونقشنا فيه اللي انتم قلتوه كله ده، يعني ينطبق يتوافق مع بلادكم المتقدمة، لكن مع بلادنا
اللي عايزة تتقدم. واللي لازم نحط في اعتبارنا ان التعليم بيحتاج عوامل زمن اكتر كتير للحصول على النتائج بتاعته من اي خطط اخرى. عشان نحصل على تعليم جيد ونتائجه بنتكلم في 15 و20 سنة عشان تبتدي المجتمعات تشعر بجودة ونتائج الجودة دي. طب احنا هل مجتمعاتنا هتقدر تتحمل ده؟ مع وضع في الاعتبار، الوضع في الاعتبار اللي هقول لكم عليه، ان احنا في العالم الاسلامي انا بتكلم دخلونا في متاهات كتير جدا بفكر متطرف جاهل يؤدي الى ان احنا نصطدم مع الواقع وحياتنا، وبالتالي ما بناش قادرين نركز. انا بتكلم على الدول والحكومات تركز في ان هي تحقق لمجتمعاتها مش بس معرفة، استقرار لإنجاح الخطط المختلفة. أنا بتكلم هنا عشان الدكتور سالم موجود معانا، وبالتالي هو يعني في تقديري عشان نخلي إثراء نقاشنا ده، أنا بتكلم على 55 أو 54 دولة دول. يا ترى حجم الاستقرار اللي موجود عندهم قد إيه؟ يا ترى حجم القدرة الاقتصادية اللي موجودة عندهم حتى تستطيع أن هي تعطي معرفة حقيقية، تدي جودة حقيقية. عشان نيجي النهاردة يكون عندي في التعليم في مصر 24-25 مليون، عشان اديهم تعليم حقيقي بجودة حقيقية عايز أرقام مش موجودة مش متاحة. وبالتالي هنا السبق اللي انتوا بتتكلموا عليه هنبقى احنا دايما فيه متأخرين، وبعدين التسارع في التقدم بقى عالي جدا. يعني النهاردة الثورة الأولى خدت لها 120-150 سنة، الثورة الرابعة والخامسة خدت 30-20 سنة، مش كده؟ طب احنا بقى بالطريقة دي عقبال ما نحصل هنحصل امتى؟ احنا كده مش هنحصل، احنا كده مش هنحصل. انا هنا بقول في مصر احنا جادين بإرادة لا تلين من اجل مجابهة تحدياتنا اللي منها التعليم اللي بنعتبره هو يعني أساس البناء للدول، التعليم الحقيقي والجودة الحقيقية. وبقول لينا دلوقتي وارجو ان الكل يسمعنا، الجامعات العظيمة اللي موجودة في العالم، انتوا بتتكلموا عن حقوق الإنسان وانا بتكلم معاكم عن حقوق الإنسان، عايزين تساعدونا؟ ساعدونا في ان احنا يبقى لدينا معرفة وتعليم حقيقي زي اللي موجود بمعاييركم ومستوياتكم، عشان ده حق زي ما قال كورسيرا ان هو حق من حقوق الانسان. انا لو الطالب اللي عندي او الطالبه لم تستطيع ان تحقق المعايير للالتحاق بالكليه لن تحصل على الفرصه. عشان تحصل على الفرصه لازم تكون متعلمه طبقا للمستوى التعليمي اللي بيتم القياس عليه. مش بتعمل اختبارات للجامعات دي قبل الدخول يا دكتور خالد؟ وبالتالي طبعا احنا لو تعليمنا متواضع مش هنقدر نخش. حبينا نعمل في بلادنا هنا وهنعمل في بلادنا هنا وهنفضل نقاتل من اجل المعرفه والتعليم الحقيقي في بلادنا هنا. وبقول للعالم الاسلامي انتبه انتبه تماما للفكر المتطرف الاحمق اللي الهدف منه انه يدمرك ويدمر مستقبلك زي ما هو بيدمر حاضرك. الاسلام ملوش علاقه بالفكر الجامد والفكر المتطرف اللي بيهدف الى تدمير الشعوب وتدمير مستقبلها وحضرتها. انا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، لكن هقول حاجه تانية للدكتور سالم. برضو كورسيرا قال المواهب متساويه، المواهب متساويه، صحيح ربنا سبحانه وتعالى خلى العقول متساوية في العالم كله، ما خلاش أمة تاخد عقول أكتر من عقول متميزة عن عقول، ولكن الموارد مختلفة. إحنا هنا والدكتور خالد موجود معانا كوزير للتعليم العالي بنحط 100 فرصة تعليم مجانية للمواهب في الجامعات اللي إحنا خليناها أو بنحرص عليها تبقى جامعات عالمية. ده اللي ممكن أختم به كمساهمة متواضعة من مصر لهذا الموضوع. 100 فرصة تعليم في جامعاتنا للمواهب من العالم اللي احنا من الدول اللي احنا بنتكلم عليها. طب في اكتر من كده ممكن نعمل؟ ممكن لو احنا جهودنا تضافرت في صندوق
للتعليم، يبقى فيه مليارات الدولارات يعني يعلم الموهوبين، لأن هم اللي هيبقوا قاطرات لشعوبنا ولبلادنا. أرجو أن ما أكونش أطلت عليكم، برحب بيكم، سعيد بكلامكم ومداخلاتكم، وإحنا كمان عايزين نبقى معاكم فساعدونا. شكرا جزيلا. شكرا فخامة الرئيس على تشريفكم وحضوركم لهذه الجلسة الافتتاحية في هذا المنتدى. شكرا لكل السادة الحضور، كل التحية والتقدير للسادة المتحدثين. وأخيرا وليس آخرا، شكرا معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور خالد عبد الغفار على إدارة هذه الجلسة. نستأذن حضراتكم في استراحة قصيرة، يتوجه بعدها السادة الرؤساء وأعضاء وفود الدول الأعضاء بمنظمة الإساسكو إلى القاعة الدائرية لبدء أعمال الدورة 14 المؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة. وتنطلق هنا الجلسة الثانية لمنتدى تحت عنوان الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، العمل لتحقيق الأهداف. شكرا فخامة الرئيس.